هذا الفصل يمثل تقريبا الفصل الأول بمنهج الكورس الثاني تقريبا، يعني كملنا على الفصل ذاك، وهذا يعتبر الفصل الأول شابتر 5. هذا لما كان يعني الملف نظام سنوي، يعني احنا في نظام الكورسز، وهذا هو تقريبا الشابتر 1. وطبعا اختلفت الأمور، السنة وضع استثنائي، يعني عام أخذناه في الكورس الأول، هذا الفصل العام أخذناه بالكورس الأول. نعم، إحنا ضخينا 7 فصول بالكورس الأول. مادة كانت مادة التحكم بالمرحلة الثالثة، كانت بها 7 فصول بالكورس الأول، وأيضا فصول مجموعة فصول بالكورس الثاني، وكان منهج راقي وصراحة، كم المعلومات أكبر، والآن الظرف استثنائي يختلف. أوكي، شابتر 1 أو شابتر 5 ماكو مشكلة بالتسميات. استقرارية منظومة التغذية المرتدة الخطية، فمفهوم الاستقرارية. الآن إحنا لازلنا بالتحليل والتصميم وحساب أداء المنظومة. نفترض أنه منظومة رياضيا كنموذج رياضي موضوع، وهذه المنظومة نماذجها الرياضية تعاملنا معها بالفصل 3 وبالفصل 4، بدينا نقيم أداء هذه المنظومات. الآن تقييم الأداء بالنسبة لشابتر 4 كان تقييم أداء الفترة العابرة والانتقالية subject to different excitation signals، يعني مختلف الإثارات، مختلف انواع الانبوت. اخذنا الستيب، واخذنا البارابوليك، واخذنا الرامب، واخذنا الامبلس، وشفنا استجابة المنظومة والعوامل المؤثرة على الفترة الانتقالية العابرة والفترة فترة الاستقرار او الستيدي ستيت. اللي اهم من الفترة الانتقالية، دراسة الفترة الانتقالية، هو ما يسمى بالاستقرارية. مفهوم الاستقرارية في منظومة الخطية مفهوم مهم، وهو بداية تقييمات الأداء. الاستقرارية تعني بأنه كميات الفيزياوية في المنظومة الخطية تنمو ضمن الحدود المسموح بها المصمم عليها السيستم. النمو يكون ضمن حدود التغير، والنمو يكون ضمن الحدود المسموح بها. الكميات الفيزياوية مختلفة، كالتيارات والفولتيات والسرعة والتعجيل والإزاحة الزاوية وغيرها من الكميات الفيزياوية، الطاقة، القدرة، كلها كميات فيزياوية. هذه الكميات الفيزياوية في النظم الخطية مسموح لها النمو ضمن حدود bounded response، استجابة النظام هم كمية فيزياوية استجابة النظام. إذا كان السيستم مثار خارجيا بانبوت و او باضطراب، ممكن يكون الانبوت اضطراب، ممكن الاثاره تكون على شكل اضطراب السيستم متعرض له، الاثاره او الاضطراب باوندد، نعتبرهم باوندد. اذا اعتبرنا الاثاره والاضطراب باوندد، محدده مسموح بها ضمن كميات فيزياويه، ضمن حدود فيزياويه متعارف عليها للنظام، فإذا يجب أن تتغير الكميات الفيزيائية تبعا لذلك أيضا ضمن حدود، ولهذا سميت bounded in bounded out. الانبوت bounded، الاوت bounded. هذا مفهوم الاستقرارية، نمو الكميات الفيزيائية ضمن الحدود المسموح بها ضمن الطاقة التصميمية للمنظومة. أنا ما عندي فولتيات بالآلاف في منظومة تحكم معينة، كمبيوتر كنترولد سيستم، ما عندي فولتيات تتعدى المئات والفولت والآلاف، وكذلك التيارات، الطاقة أيضا، السرعة. أنا ما عندي سرعة في منظومة اندكشن ماشين بها 4 أقطاب، حركة اندكشن موتور بيها 4 أقطاب، سرعته 3000 يدور بسرعة 15000، أو أريد السرعة أو تنمو السرعة على 10000 أو 15000. هذا النمو خارج الحدود، هي السرعة 3000،
مو انا في دائره اوب امب، كل ما موجود في دائره الاوب امب هو ضمن الفي سي سي، ما ممكن انا القى 10 اضعاف الفي سي سي في عقد الفولتيه. اذا يجب ان يكون النمو ضمن الحدود ضمن الحدود التصميميه للمنظومه. اذا المعنى الفيزياوي للاستقراريه هو ان تنمو كميات المنظومه الخطيه ضمن الحدود التصميميه لها. الكميات الفيزياويه كثيره مختلفه، مثلا احنا عندنا التيار، الفولتيه، القدره، وعندنا سرعه المحرك والازاحه الزاويه والتعجيل الزاوي، كلها كميات فيزياويه تنمو ضمن الحدود التصميميه المسموح بها. في حاله كون الاثاره باوندد، اوتبوت ايضا باوندد، باوندد ان باوندد اوت. اما في ما يخص التمثيل الرياضي للاستقراريه فندرس حالة الدالة الانتقالية الكسرية C على R لمنظومة خطية C على R، و C على R تكون مشكلة من خلال نيومريتر ودينومريتر بسط ومقام B و A. كل واحد من هذولي البسط هو متوالية بالتردد S والمقام هو متوالية. الـ A والـ B هم ثوابت، والـ M كأس هو أقل أو يساوي N كأس، دائما الأس N هو أكبر أو يساوي M، مرتبة النظام هي N مرتبة النظام. إذن هنا ما هي قيم S التي تجعل الدالة الانتقالية infinity؟ إذا نبحث عن قيم S التي تجعل الدالة الانفينيتي الانتقالية انفينيتي، يعني كسب المنظومة انفينيتي. الدالة الانتقالية هي كسب المنظومة، فهذا كسب المنظومة متى يصبح انفينيتي؟ عندما يكون المقام يساوي صفر. إذا نحدد قيم S التي تجعل المقام يساوي صفر. حدد قيم S التي تجعل المقام يساوي صفر. الآن نبحث عن هذه الآلية، وطبعا قيم S التي تجعل المقام يساوي صفر هي تسمى بأقطاب النظام. الأقطاب هو تعريف افتراضي، جذور المقام هي أقطاب النظام poles of the system، وهي جذور معادلة المقام، بينما جذور معادلة البسط هي الأصفار zeros. لأن تجعل الدالة الانتقالية تساوي صفر. احنا عندنا هذه الجذور بالنسبة للمقام، المقام هو الذي سوف يحدد كون النظام مستقر أو لا. إذا نبحث عن جذور المقام والتي تسمى بأقطاب النظام من خلال حل تساوي المعادلة يساوي صفر. هذه جذور المقام عددها n، فأما أن تكون هذه الجذور إلى يمين المستوى المركب إلى يسار هذا المستوى المركب، هذا المستوى المركب، لأن S يساوي سيجما زائد جي أوميجا S. فأما أن تكون القيمة الحقيقية للجذر سالبة، وبالتالي تكون الجذور في الجهة اليسرى، الجهة اليسرى الجذور. وأما أن تكون الجذور هناك جذور، إذا كانت سالبة فتكون هناك جذور. هاي المنطقة إذا كانت كل الجذور جذور المقام قيمها الحقيقية سالبة فتكون في هذه المنطقة باللون الأزرق، فهذه المنطقة تجعل النظام مستقر.
لأنه إحنا راح يكون عندنا exponential القيمة الحقيقية تي. إذا كان الإكسبونيشال سالب فيكون مع الزمن يصير يتقلص هذا الإكسبونيشال، يضمحل إلى أن يصبح صفر. وإذا كان الجزء الحقيقي موجب للجذر فراح يكون عندنا إكسبونيشال موجب، الجزء الحقيقي للجذر إذا كان عندنا موجب يعني بهاي المنطقة هاي الريجن، هاي الريجن تكون الجزء الحقيقي موجب للجذور. فإذا كان هنا يوجد جذر واحد على الأقل، يكفي أن يكون جذر واحد من الجذور الN قيمته الحقيقية موجبة، فهذه القيمة تجعل exponential e to the alpha t sigma t sigma موجبة، فينمو الجذر إلى الإنفينيتي ولا يتقلص ولا يضمحل هذا الإكسبونيشال، فيسبب عدم استقرارية النظام. إذن هذا هو المقياس، حتى يكون السيستم ستيبل يجب أن تكون كل جذورة لها قيم حقيقية سالبة. وإذا كان هنالك جذر واحد على الأقل قيمته الحقيقية موجبة يصبح السيستم انستيبل. أما إذا كان الجذر قيمته الحقيقية تساوي صفر، يعني هنا صاير الجذر وين صاير؟ على الإماجينري، هذا يسمونه استقرارية حرجة على الهامش مارجينال ستيبل، السيستم غير مستقر، وإنما يكون غير مستقر، بعضهم يوصف غير مستقر وبعضهم يقول لا استقرارية هامش على الهامش. إذن الشرط الضروري والكافي necessary and sufficient condition، يعني شرط ضروري وكافي ووافي أنه تكون كل أقطاب النظام والتي هي جذور المقام للدالة الانتقالية الكلية تحمل قيم حقيقية سالبة إلى يسار الأسبلين. مقام الدالة الانتقالية اللي هو الـ A of S اللي هو متوالية أسها N، هذا المقام للدالة الانتقالية الكلية يسمى بالمعادلة المميزة characteristic equation. إذن الكاركترايستيك اكويجن هي مقام الدالة الانتقالية، مقام الدالة الانتقالية يسمى بالمعادلة المميزة للنظام. لاحظ هذه هذا المقام، هذا المقام إذا ساوينا بالصفر صار معادلة، يعني A of S يساوي صفر أصبح معادلة، هذه المعادلة تسمى بالمعادلة المميزة للنظام، والتي تحتوي على أقطاب النظام، جذورها تسمى بأقطاب النظام، وفصلناها هذه الجذور. هسه نشوف أمثلة، هذه الأمثلة مثال سيستم معادلته المميزة S زائد 10 قوس S تربيع زائد 16 قوس، معادلته المميزة هذه معادلته المميزة تساوي صفر. ليش؟ لأن هي معادلة، المقام بدون بدون يساوي صفر مو معادلة، بس من ساويناه بالصفر أصبح معادلة حتى نستخرج الجذور. وهذه قوسين، قوس S يساوي ناقص 10 يحقق القوس الأول، حقق المعادلة، وS تربيع زائد 16 هم يحقق يساوي صفر. S تربيع زائد 16 يعني S يساوي زائد ناقص J 4، زائد ناقص جي 4، هاي هي الجذور المعادلة. S يساوي ناقص 10 جذر حقيقي سالب بالجهة اليسرى. S يساوي زائد ناقص جي 4 معناته صاير على الإماجينري، وبالتالي مارجينال ستيبل السيستم، السيستم يكون مارجينال ستيبل. بالمنظومات اللي يكون بها السيستم جذور واقع على الإماجينري ممكن نقول عنه انستيبل. ليش؟
لأن هذا واقع الإيماجينري، يعني جي أوميجا يساوي جي أربعة، يعني شقد أوميجا؟ يعني أربعة راديان بير سكند. هذا التردد هو تردد طبيعي بالنظام، يعني المنظومة في حالة تذبذب بتردد أربعة، تتذبذب المنظومة في بتردد أربعة، لأن الأقطاب صايرة على الإيماجينري. هذا التردد أربعة، لحد الآن المنظومة ترددها تذبذبهم محدد باوندد، ولكن ممكن أن يصبح هذا التذبذب أنباوندد. ممكن إذا ثرنا المنظومة بتردد قريب من هذا التردد يحدث رنين، ويصبح هنالك تداخل بناء، وهذا يدفع المنظومة إلى التذبذب غير المحدد unbounded، وتصبح المنظومة unstable. لاحظ المنظومة اللي نتحللها بالرياضيات stable or marginal stable، يعني على الهامش، على الهامش صايرة على الحدود، ولكن هذا الهامش ممكن أن ينهار ويذهب ويكون تذبذب غير محدد من خلال إثارة المنظومة بإشارة لها تردد يقترب من التردد الطبيعي للنظام. المنظومة إذا تذبذبت بتردداتها الطبيعية، أو أنت أثرتها بترددات تقترب من الترددات الطبيعية إلها في النظم الخطية، يحدث رنين، والرنين يسبب تداخل بناء، وهذا يحدث تضاعف صراحة بالكميات الفيزيائية وخروجها عن الحدود، ويصبح السيستم انستيبل. لاحظ المصمم ما يصمم أقطاب وموجودة على الحدود، وإنما يبتعد عن الإماجينري. لاحظ هاي مجموعة من الأمثلة. مثال أول دالة انتقالية كلية، أجزاء 1 أجزاء 2 أجزاء 3، كم جذر بالمقام 3 يساوي 0، أجزاء 1 يساوي 0، أما أجزاء يساوي 0 أو أجزاء 2 يساوي 0 أو أجزاء 3 يساوي 0، أي واحد من عندهم ممكن يجعل المقام يساوي 0. ناقص 1 أس ناقص 2 وأس تساوي ناقص 3، كل الجذور بالجهة اليسرى، إذن السيستم ستيبل، باوندد إن باوندد أوت. هذا السيستم اس ناقص 1 واس تربيع زائد 2 اس زائد 3، اس ناقص 1 يساوي 0، اذا اس يساوي 1، وهذا جذر موجود بالجهه اليمنى، واس تربيع زائد 2 اس زائد 3 يكفي ان يكون خلاص. هذا القوس الثاني ما راح يحدد الاستقراريه، هذا الحد القوس الاول هو اللي جعل السيستم انستيبل. هذا القوس الاول، هاي الدالة اس زائد 2 بالمقام اس تربيع زائد 4، اس يساوي ناقص 2 واس يساوي زائد ناقص جذر 2، وجود جذور على الإماجينري يجعل السيستم مارجينال ستيبل اور انستيبل اور انستيبل. وقلنا يكفي ان يصبح هذا السيستم انستيبل اذا كانت هنالك اثارة جيبية للنظام بتردد 2. هذا السيستم الأخير أز تربيع زائد 4 لكل تربيع وأز زائد 10، عندنا هنا جذرين، هنا جذرين، أز تربيع زائد 4 جذرين وتربيع يعني 4 جذور، وأز زائد 10 جذر يعني 5، 5 كلهم بالجهة اليمنى وهذا باليسرى، وهذولي كلهم على الإماجينري. إذن السيستم انستيبل أور مارجينالي استيبل او استقرارية على الهامش. هذه الان طريقة تحديد الجذور، جذور المقام والتي هي اقطاب النظام. طريقة شنو؟ هاي طريقة تقليدية، يعني هاي الدوال تي اوف اس هي دوال مرتبة بطريقة بحيث احنا تعرفنا على الجذور على الاقطاب، وهي طريقة تقليدية. زين اذا كانت هذه الاقواس مفتوحة، يعني هذا اس 5 دالة متوالية مفتوحة، هذا تكعيب، هذا تكعيب، هذا تكعيب،
احنا عندنا الطرق التقليدية لإيجاد الجذور هي التربيع اللي هي الدستور، بعدها تصبح الطرق غير تقليدية. بالمحاضرة القادمة أو بالفيديو القادم راح نشرح الطرق غير تقليدية لاختيار أو لتحقيق أو للبحث عن جذور المقام. هاي الطرق التقليدية بحل مرتب الأقواس وجدناها، أو باستخدام نحل باستخدام الدستور مثل هذا، أستربع زاد 2 زاد 3، هذا ممكن نحل بالدستور، هذا ممكن نحل بالدستور أو بالتجربة، زاد 1 زاد 2 تحله وتستخرجه لأنه تربيع.